تاريخ البشرية في عدد كبير من القتلة والمجرمين اللي ارتكبوا أفظع الجرائم بطرق وأساليب بتختلف من مجرم للتاني، والسفاحين دول مش شرط يكونوا من ذوي الأمراض النفسية أو نتاج التربية السيئة، بالعكس ممكن يكونوا أصحاب مكانة اجتماعية مرموقة، مناصب قيادية بارزة، أو حتى ملوك وزعماء مشهورين. وده بالضبط وضع بطل قصتنا اليوم، ليوبولد الثاني، هتلر بلجيكا اللي نساه التاريخ. لكن قبل ما احكي لكم الحكايه المنسيه، ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس لو بتشوفنا لاول مره. انا رائد يونس النبراوي والحكايه بدات من هنا. ليوبولد لويس فيليب ماري فيكتور، المعروف بليوبولد الثاني ملك بلجيكا، واللي اتولد في 19 ابريل 1835 في بروكسل، وكان الابن الأكبر لأبي الملك ليوبولد الأول. ليوبولد اتربى كأي أمير عادي، نشأ في وسط عائلة ملكية، ضحك في شبابه بالجيش البلجيكي، وتزوج وأنجب فتاتين وولد واحد. اعتلى ليوبولد العرش بعد وفاة والده في ديسمبر 1865، وبكده بدأ فصل دمه من التاريخ الإنساني بقيادة هذا الملك السفاح. فأول ما تولى الملك أيقن أنه لازم يعزز مكانته كملك لبلجيكا، وده من خلال السيطرة على النزاعات الداخلية بين الأحزاب السياسية. وفي الوقت ده نشأت الحرب ما بين ألمانيا وفرنسا بين عامي 1870 و1871، وده خلاه يقلق ويعزز من قدراته الدفاعية، فقرر أنه يدور على مصادر تمويل خارجية بما أن بلجيكا دولة محدودة الموارد والإمكانيات. فتوجه بأنظاره تجاه قارة آسيا عشان يسيطر على الأراضي هناك، ولكنه تفاجأ بالمد الاستعماري في القارة الآسيوية لكل من فرنسا وإنجلترا، وغير اتجاهه للقارة الإفريقية وبالضبط حضار الكونغو. فقام بإنشاء جمعية خيرية سماها رابطة الكونغو الدولية، وده كان في سنة 1876. كان بيدعي أن الغرض من المنظمة دي هو اكتشاف المنطقة ومساعدة السكان المحليين اللي كانوا بيعيشوا حياة بدائية في الوقت ده، لكن كان الهدف الحقيقي للجمعية هو السيطرة على ثروات المنطقة، واللي تمثلت في الأساس في الغابات الاستوائية واللي مليانة بمادة المطاط، واللي كانت صناعتها مزدهرة في الوقت ده في أوروبا، وبالتالي شكلت مصدر ثروة مهم جدا لبلجيكا. وعلشان يسيطر ليوبولد على الكونغو ارتكب مجازر رهيبة في حق السكان الأصليين، فقامت قواته بإجبار عشرات الآلاف من الأفارقة على العمل على استخراج مادة المطاط بنظام الصخرة واستعبادهم بطرق غير إنسانية. فبعض المصادر التاريخية قالت إن رجال الملك كانوا برغم السكان على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية، اللي ما بيقدرش يجمع الكمية المطلوبة من المطاط بيتعرض لبتر أطرافه وتشويه جهازه وتناسله كعقاب له، ممكن كمان يحبسوا عيلته ويغتصبوا مراته وبناته وممكن يقتلوهم. وكانت الطريقة المستعملة في جمع المطاط من أبشع صور الأجرام اللي عرفها العالم في الوقت ده، فكانوا بيلزقوا المطاط على أجسام السكان لحد ما تجف، وبعدين يقوموا بانتزاع بالقوة. لك أن تتخيل يا صديقي كمية الألم اللي كانوا السكان الأصليين بيتحملوه، وضيف على ده عمليات التعذيب والقتل العشوائي واغتصاب الأطفال والنساء. وما اكتفاش ليوبولد الثاني بكل ده كان بيستغل جهل وسذاجة السكان الأصليين في الوقت ده، كان بيقنن شكل الاستعباد والرق في شكل معاهدات ومواثيق ووقع مع زعماء القبائل، فكانت بمثابة فرض استعماري إجباري على السكان المحليين. وفي عام 1904 قام القنصل البريطاني بإرسال أحد مساعديه اللي كان اسمه روجر كيسمنت إلى الكونغو لتقصي الحقائق بعد انتشار أخبار عن مجازر رهيبة بتتم هناك. وجاء في تقريره أن عدد سكان الكونغو انخفض إلى 60% خلال العشرين سنة الأخيرة، وده بسبب عمليات القتل الممنهج وعزوف النساء عن إنجاب الأطفال عشان ما تحولوش للرقيق بعد ولادته. وتقدر المصادر التاريخية أن عدد القتلى من السكان الكونغوليين خلال فترة حكم ليوبولد الثاني وصلت 10 مليون إنسان، كان معظمهم من النساء والأطفال. تصور يا صديقي أن السفاح ده أباد شعب كامل كان يشبع نزواته المريضة في حب السيطرة والتملك وصعود سلم المجد. النهاية خليك عارف ومتأكد أن التاريخ اللي أنت بتقرأه بيكتبه الأقوياء والمنتصرين، لكن التاريخ الحقيقي بيفضل راسخ في وجدان الشعوب اللي عانت من ويلات الاستعمار والقهر.